لكن الاحترام للعارفين معناه ليهم كل ما تنفسنا نتمناه. لو قصرنا في حق زول وما جبناه حرمتنا الظروف والله ما نسيناه. متابع عمراء البادية داخل وخارج الوطن الحبيب، حلقة جديدة في أمراء البادية. بنقول للمشاهد رمضان كريم عليك، تصوم وتفطر على خير، ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. اليوم نحن في حضرة شبل وأسد، ابن وأب، شاعر وأستاذ، حبابك محمد النور محمد علي ود النجاضي. مرحب بك، مرحبتين حباب ناسم بكرم الضيف، ومرحبتين حباب أهل الدلع والسيف. حبابك مرحبتين حباب ناسم بتم وكيف، وانت رجال وعندكم الرجال كبير. يا سلام. حبابك الأستاذ محمد الطيب بابكر، ومرحب بمشاهد برنامج أمراء البادية، ورمضان كريم عليكم، وتصوم وتفطر على خير. يا اخي حبابك والله محمد النور، وحباب استاذنا وزعيمنا وحبيبنا الرجل الحبوب محمد علي النجاضي، حبابك في امراء الباديه. حباب اخواننا اهل العز، حباب اعلامنا، حباب البيه والدار مطمئنه وامنه. ايه حباب البيه والعز والنفس مقامنا ترحيبا يفوق على الظلمات ورغام. يا سلام حبابك والله. مرحبا برنامج امراء الباديه، مرحبا حبابك الله حمد علي النجاضي، وحبابك الشبل والزول الغناي. مشاهدوا مراء البادية، اللي بنشوفه وبنشاهده قدامنا ده الشاعر محمد النور محمد علي النجاضي. أول حاجة ده ماشي جديد، إنه شاعر البادية يكون زول كبير ولا زول صغير ولا زول. فلغة البادية عندنا أهل البادية الكبير والصغير، عندنا الدوبيت ده شي الناس بتتونس به من الفطرة منذ الأزل، من قديم شي الناس بتونسوا به وبحكوا به وشي موجود، يعني مو شي الناس بتتعلم وتعيد منه. حبابك محمد النور، وبقول لك يا أخي ما بقينا في الهرف اللي بودي التوج، وكم شيدنا في قمم التري بروج، تربح والله تخسر صبا ما بنسوج، والراجينا نقمح دابوا بات محروج. محبيك مرة تانية أبابك، داير أقول كلامنا في المثل والحكمة، مات الشابر بفوق كرج الجسم. أيوة الخير. المكتوب مسطر ليك مرسوم رسمة، والخيل والبشر والطير بكوس الرحمة. أيوة الخير. أرض بك سمت الكريم، غير الله ما بتتقدم، مزرع خير بتحصد خير وكيد ما بتندم. أيوة. قالوا إن الكبار ما بيبقى موية الدم، والحر قالوا لأخوه بيزيل الهم. أيوة. أسمع للنصائح واحترم ليك بارك، أوعك ما تغلط لأخوك وجارك. أخوك في العركة دائما بطفليك نيرانك، عزة أخوك سمحة، ووصاك الرسول بيجارك. الدرب اللي بيجيب لك شر خير تختاه، وسوى الخير عشان قدام هناك تلقاه. من حق الحرام جيبك ده ما تملاه، دربك مسكه ودرب الغيرك اتخطاه. نجاضة وأصال في النسبة جعليين، ونحن بندي نحن بنكرم المسكين. يا سلام. ماشيين دغري ماسكين، نحن درب الدين صمام وقواي، وقال لنا السخر مالين. راكزين ركزة ثابتين، نحن كالجباد، وبس في الدنيا عالكايسين سفرة الحال. نشيلة تقيلة والبنخط ما بنشال، ونستر حالنا كان قصر الزمن وينطال. أيه. ما تكلمنا في الواجبات ولا نتينا. أيه. وكرما فينا موروث ورثة من تبين، مما قمنا مرفوع راسنا ما دانينا، وحروفنا رصينا حرم نحن كان غنينا. ما دنينا للغيران، نبقى رخاص مثل جبل الحراز، والله ما بننقاس. كان خاوينا ما بنخاوي زولا للفريق حراس، ونحن العزة هينا ونحن جت في الراس. يا سلام حبابك، لك التحية يا واثق صيغة تامة. الله يديك العافية محمد النور، وحكمة المولى. جينا معززين وطرابة، وما تحاقرنا فوق غيرنا وزرعنا حرام. كدنا تباها واتجي مني لاهنا حبابا، وكي نغني كان يرضى العزوف كان يابا. كان يرضى العزوف كان يابا. تحية للمشاهد
كريم مرة ثانية. تحية لكل السودان. ليك التحية. تحية لكل المشاهد. تحية لك مرة ثانية. الله يديك العافية. الله يديك العافية. البادية. الله يديك العافية. أنا ما داير أتكلم أو أتكلم فيه، لكن أخواننا البرنامج المراء البادي، المراء البادي في كل السودان. بالحيل بالحيل بالحيل. بسين سوف أكون فداك وسألاغي مشاقك مهما تمسي، له يحلو يسلم مزاقك. يا سلام. أحفظ لي ترابك أو فليك ميثاقك يا سلت، إذا العالم يدوم مشراقك. الله يدوم مشراقك. بالواو وبالله العظيم. يا وطن بهواك ترابك وارث من ناس ازهر العزاك. العزاك ما دام اصله وتحبوبه مات في فداك، حنقيف وقفه صلبه للبدور يغزاك. شير بالدال دايما نحن يا وطن البدود اللي حماك، ودايما نحن اللي ترابك نكون سيرباك. ايه جمالك حكمه سبحان ربنا السواك، ده السبب اللي مخلي قلوب مدينه. يا سلام. بالواو وبالله العظيم. يا وطن بهواك ترابك وارث من ناس ازهر العزاك، ما دام اصله وتحبوبه مات في فداك، حنقيف وقفه صلبه. ايه للبذور يا غزاك. ايه بالياء يا وطن الشرف، وطن الكرم والحكمه، رب العزه جاعل فيك نيله حكمه. ايه قالوا الشيخ فرح سوداني صاحب حكمه، وصلك انت يا سوداني حكمه الحكمه. ايه والله. الوطن ده الوطن الكبير. الله يديك العافيه. الوطن عزه. أن نتفق. أي نحن الجميع لعمارك، ونتفق إنه الخلاف يا عزة فيه دمارك. فيه دمارك. خيرك فوقنا دافق ذو الرسوم وجمارك، شبابك نحن نحميك ونعمر دارك. فيك بترول، فيك تعليم، وفيك الصحة، فيك خيرات ومحصول الحبوب ما شح. ما شح. نحن الفيك رايات النصر نرفعها، كان زحينا نقول جبل المسلم زحة. نحن الفيك رايق أنفوس نميمة مزعوجة. نحن الفيك يوم الحارة قاطعين سوجة، فيك رجال صناديد حزمتهم مدروجة للضيفان بتلقاهم سنار مقلوبة. ايوه والله راجل متابع التاريخ. أيه. ووزن الموجة للعادانة نحن نهبر المقجوجة. أيه. نحن نحل نحن ندرج المعروجة، نحن الراشد نحن نعدل المعوجة. ابشر فيك أصالة يا بلد الكرم موروثة، فيك شجاعة لي منكورة لي مدسوسة، فيك العزة من أجدادنا ما بنكوسه، فيك خيرات بجهد الرجال محروسه. اي والله. فيك يا عز نتحدى ونواصل طالب. اي والجايك بتخريب سخرنا بقاله. سخرنا بقاله. قاصد دمارك نحن نصدال ونفتح فيه جرحا ما بقيه في وشاله. ما بقيه. مهما زادوا في التخريب وكل ما قالوا اخوان عزه فيك تقالا ابي شالوا. ابي شالوا. اعني جربونا واقصد اللي تعالوا حبابكم جمله والدايرين بيه وتعالوا. اي والله. فيك الرتل القران رواية رواية، فينا النصح المجنون نحاية وآية، أهل النوبة والتقابة والمصلاية، أهل السبحة والإبريق وأهل الدواية. الله أهل الدواية. نحن نركب الشوح يلبسون التاية يوم الحار، حر من جمرة الوطاية. الحيل. أداخلنا نحترمه ونخدمه حفاية، والعادانة بنجيب راسه في مخلاية، المابينا ما بندوره والدايرنا نغرس في المعزة جذوره. كرم ورسل جدود وارسلنا بيه مشهور، نحن العزم لكناه وعبرنا الحور. يا سلام ابشر بالخير والله. الناس واقف ليه طابو، نحن بنركب الحر الحر اللي بعين الكور. ابشر بالخير والله. ما بنطفل وما بشورنا ما بنشور، ما بننقاس مثل بحر المحيط في حدوده. يا سلام. ما بننقاس مثل بحر المحيط في حدوده. الله يديك العافيه يا اخي، لك التحيه يا اخي. والتحيه لمشاهد مراء الباديه، والتحيه لك محمد النور محمد علي. أتعلمنا في الدنيا الملاني هوايل، نسوي الخير وما نبردني الموخال، فلاحت الدنيا حق ود الرجال من يومه، ولدنا نجيض ومنوع البكم من نوم، غير شلو البهز طربان وعمرانكم، ويعجبك يوم تحر لحظات بفرحون. أبشر بالخير. داير أقول كلاما غني فوق أخواني، أخواني بكرم الضيف وغيم وشاني. يا سلام. مهما تمشي بس ما بتلقى زي أخوانيات، ما يبقى في ساحة الدرك بالفاني. يا سلام. عند إخوان مكانهم يعلموا الفوقاني، عند إخوان جرارق وشيمتهم عاجباني. جيب أخوانك إتن طلعوا زي أخواني، بسوي القطة بالسيه وبخون سوداني. يا سلام. عند اخوان مكانهم في السرية، وغادي حل العقدة عند اخواني شيتن عادي. شيتن عادي. وناي حقيقة اصلا يا اخي ما متمادي، ما كذبت وانا قلت الكلام الفاضي.
داير أقول كلام أسمع مني سرا واحتفظ به بسر خاول في المعارك قلبه حنضل مر غرال العبوس يوم كالعسل بتمر يوم تديك ويوم اللي جبينة تصر أيوة والله أصل الدنيا بيسويت وما تسوي اللي بسبك حتى مو سويت أحذر ثم أحذر من ربيب البيت وخاين الخوة ما تخاويه ومن خاويه قلبك صفه من العيب واسمع مني هاك كلام كلام نطيب كلامي بقول ليك في الغافية بترتيب رفيق المادة حد معاك نهاية الجيب أيوة والله ومما جيبك يكمل كان يقبل غادي وما بتجيه ليشيتا بيقول لك قابل أيه. ما بيتذكر أيامه معاك والماضي عرف جيبك كمل ما عنده ليك شي راضي والله خاوي القلب صافي في الدواس ما كل حلال المشاكل عقدته بتنحل أيه. الزول البخيل عاد منه قول يا الله والبتعالى كان فوق القمر بتدلى والله أسمع مني ما تتعالى فوق أخواني وخليك دي مفاتح للضيوف ديوانة كان غيمت شان الناس بغيم شانك وما تخاول بخاويك بس عشان نسوانك الله يكعب وما تخاول بخاويك بس عشان نسوانك الحمد الدائم اللي بكل شيء متكفل باب الخير أتانا وشين وقف مسفي معايا تلبة ما في هون غبي ومجفل وما برابعنا زولا من خلق متغفل أبشر بخير راجل قالوا بيكرم للضيوف من ماشي بالحيل والله والأخو قالوا لما الضيق بخدمة حافة الله بخدمة حافة المؤمن من صفاته أمين وصادق وافي وتغي صفته ليه فعل الرزائي ماشي والله فعلا خير عمو أيه والشر خاصة بنهار السقف كان العمود انقصع أيه والله فعلى الخير بيكون بالفطرة ما بتوصل إن طال الزمن بتبين اللي انقصع بالحيل الراجل كلمة والبت عفة والخايف الله في الميزان بيساوي الكفة صحيح مثلا بيقول قد حدهم ما جفى الحر نسبة والبي حرهم في الزفة والله والبي الحرهم في الزفة هذا الأصل مكتوب والصبر واجبته والمال قسمة ما تقول بيه شطارتك جبته والله ما جبته برع الخوة تحلب منه كان وجبته زول الواجب ما بصدوه لواجب والله زول الواجب ما بصدوه الأخو قال يوم الحوضة أيه. الأخو قال يوم الحوجة والراجل بساند في السنين العودة بالحيل أبدي صلاتك الفردية والمزدوجة رفعا قالوا بالجار والضعيف والزوجة والله رفاق أحذر من مصاحبة اللي بجيب ليك ريبة وصبرك لوكو كان حلت عليك مصيبة بالحيل الريدن بقيت بالدن غدرك سيبة والسيرن بقيت بالزعلك ما تجيب والله سيرن بقيت بالزعلك ما تجيب عزي قوتك ما تلفق القوة بقت مادية ما بترفق نهاية الليل كان بقت فضوة واحدة ما بتصفق المقدودة كان ما ترقعت بتدفق أيوة والله الموليك ما تطنا طلفت الشبر المطروح عليه زول أصله ما بتتعبر نهاية لا تنزل ولا تنهان ولا تتكبر سيد الحكمة كان جات المحن بالصبر والله بالصبر من داير تصاحب شوف يا الناس الأيام بتكتب والسنين كالراس اوعى تخاوي انه عديه مراكب راس الخامر بتوزن يا ذهب يا ماس والله الخامر بتوزن يا ذهب يا ماس من داير تصاحب عزل الرجال خاوي الليك بيكون يوم المحن سنداله اي الايام بتكتب والسنين سجاله اوعى تخاوي انه عياب يوم كبار وما تخاوي الصباح بتعلك اي خاوي الفاهم ان ضليت طريقك يدلك خاوي الراجل اليوم القاسي بحلك خاوي في الظروف واقف معاك زي الله أحزر قوة الخداع قوة باطلة ما بتجلب وراها نفاع أي. خاوي بيكرم الضيطان وكيل الصاح خاوي بيحر الشجر السناق الضراع والله خاوي خاوي الوجود ظاهر غرة وخاوي الوش من كتر الضيوف ما صرع نهاية خاوي بيساندك في الليالي المرة وشد من أزرك إن حصلت عليك المضرة أيوة والله الأخو عزة بالحيل الأخو فزعة الأخو راي الحر أصله دائما لليمين طراي الخيل زينة والحر في سيوف الراي الحر نسبة ولب الحر هين جراي والله ولب الحر هين جراي سمح الخوة وطعم الخوة يوم المحنة بالحيل كم خاوينا وكم كم في الرفاق ربحنا بالحيل تقع عرضان لما ترجاه وصابرين نحضر في ذرة في طاح الجبل يا سلام أبشر بالخير والله أبشر الله الضانين والأخوان شيلوا وخدوا حاشا وكل خديهم لرفيق ما نت تعال اوريك صاحب الصمام انا قدت صاحبي كريم اخوي بفقدني كان ما فقد يا سلام دم انه عاد بفقدك
كان مصالح وشكل بالخير. ولو انه عاد بمدك كان يحاسبك بكره. اي والله قوة صادقة مي قوة مقاهي حكر وارث العز مني بدال وارث الذكر. يا سلام الله ادانينا اخوان رجال العزة والله ادانينا اخوان عطاهم شزة ستارين عروس التنفيذية دمجة هم بينزحوا كان جبل الحراز من دزة الله ما مقامهم عالي علبة واضع وما تعلم هم اللي بدوا هم اللي بينصحوا بيتولوا أبشر بالخير قدروا ما يقعدوا في عقد المشاكل يحلوا قدروا ما يحلوا من حل العقد ما ملوا ما ملوا كان المحنة جاتك هم بدوك معاهم يقيفوا معاك بعد ما تنتهي وتنساها كان حبوك نفسك كل ذل حباها ويصبوك سمعتك الزمن صباها ويصبوك سمعتك الزمن صباها. والله نعم النصايح نعم الأخوان لك التحية محمد علي النجاب الله يديك العافية وعبرك وعبر هذا الشبل أحيي أحب يعني تحيات خاصة من أمراء البادية لأخونا وحبيبنا الشاعر والأخ المحترم إسماعيل أحمد الجعلي بيقول جرح نزاف وليه يا غالي قلبك للحنين حزاف علي إيقاع سفر صمتك بيد عزاف ومتى يأتيني ردك بالبشاير زاف بعدك طالي شوقك من لحم مقان وعندك صبت عندك من جناب وحصان سماحك فطرة مو شيء تنكريم وديانة والسماحة فيها تتحدي الأميرة ديانة بعد ما تبت ريدك تاني قوة ضربت قلت أسيب ريدك يا سماح ما سبته لكن تاني ريدك لي عبا حربت ريدك ريدة من غيرك زول ما ريدته قدر ما أقول أسيب ريدك وقول أنساك قدر ما أقول أسيبك أصل ما بنساك وأنساك كيف الروح والحواس تابعاك تابعاك الحواس يا الرايقة جاري وراك وجاري وراك وفي الجري قالوا لي كفاك بريدك ريدة في الريد أصل ما بقيت وبقيت كيف وريدنا ليك من تبيت كويس من تبيت بريدك ليك يوم ما نسيت وأنساك كيف وكاتب فيك 2000 بيت بريدك ريدة كل المسلمين عارفيني ما عارفيني كيف وأنا ديما فيك بغني سهمك في غزة ومن زمان جنني ما بجنني كيف ليت ما بتحني تعال السمح أقول لك وأحكي ليك الحاصل الحاصل علي هم والعذاب متواصل كويس متواصل عذابي وأصل ما فيش فاصل يكون في كيف يدفي جفاك بتواصل عيونك واليجن والشام والحاجبين وهردن قلبي تب نحرني بالسكين خدودك يا مسماح بخفن قمر دورين وانت الرايقة نحسان وبتحيلة عين بعد ما تبت سهمك يا مسماح مخزة في داخل الفؤاد يا الرايقة عور ونزة كالك في السماح ربي وجمالك شزة خدك فيه شام من وسط من حزة عينيك نايمة عيني لا الصباح ما نامة عينيك كاحلة عيني بالسهر أطوالة عيني باكي عينيك في الجمال انكالت عينيك ديلة ما شاف اندمحتي السالة سبيبتك سودة واسود من سواد الليل ودمعي وراك ساب سبت سوار الليل ثقيلة وراسي حت من السماحة تميل وما بلقاها علنا في الغوافي بكيل حبابك يا الحروف قلة من الستة وحبابك يا البريدة ومن وراك ما ردت دم الصفة من تالاك عادم حتة روحنا طلعت المحبوب وقاعدة الجتة مرة رايقة والروقة ابتدت تتعذر وما ذكروها بطرف الفريق تتفزر أنا يا أخواني في شقة الشمالي مجزر سهام عينيها في قلب الصميم أتغزر بالها هادية السمحة وتقيلة وراسية تفصد قلبي بالسكين وتعمل ناسية يا السمحة مسماح علينا جافية وقاسية حن علينا ما تبقينا ساكت مازية حن علينا ما تبقينا ساكت ليك التحية والتقدير والاحترام من شق الحمار هلد علينا بشايره وبيوجهه الصبوح فرح ضمير الزائر سمحا زي سواد ليل الغلابة ومسايره طول وفجأة بان شال العذاب ومرايره خلال مسيكة اللفح الفريسة وصدر فيه وش غيره وشها لا عبس لا كده نهاية عمره سهل بيل الصق بيح ما بدر الغنى فوق بفرح من طريق يتحدر يا سلام عارفك بيت مكان بتعز طيب السوق عال خليت قلبي الشك سكني نار شمعة كفاية من ريدك الهم والسهر والدمعة خليتيني ما بفر السبت من جمعة أبو طيب احترامك للبلاقيك بين أبوك يا الحرة راجل حر تغرم الدين أي أحاول أخف ريدك فيه يسهر بين ريموش كذين بكثر من الغرب يا سلام
انت سامحه مالك في العناد جديتي مالك سيتي مالك في الظلم حديتي حديتي ثلاثه ليالي بضرب ليكي ما رديتي ما صدقت لي بقساوتك اتحديتي بعد ما ردتك السمحه علي ضميتك عزفتك غنوه طنبوري يا سماح قنيتك لقيتك قلت يا كل بدر انا تمنيتك ظنيتيني ظالمك وسط ما ظنيتك مساني منك ربك ما مساك اتحيرت كيف جار الزمن قساك عزه نفسي قالت لي يسيب هواك لكن كيف يبدو ان قلبي شعر الله يعافيك انا تحيرت وباين نفسي ما بتحير ايه اتمحنت وامري حير الما تحير الما تحير اتفاجأت بزور راد وفجأة تغير انا منتظر يرجع وفي غرار مخير مخير انا منتظر يرجع وفي غرار مخير انا مطمن عيش هاني ومعزز ورايق غناي القط فوق النايري كله حقاي عندها شوق قدر سيسي وعلي مو حايق وفيها رداف كمل مهرة وسماحة مايك زول اللي هناك في محل بعيد حبيته بشرع الكتاب والسنة نتمنيت ايه جريت وراه في الدرب الطويل باريت وجاب لي جاز وخدتاني وشخت كبريت نار بس طير يا قمري أمشي وقل علي احكي له همي الشايل اللي فوق الجبال ما تشيله متوارث الجمال صاح والأدب كاسيل وداير المرقة أنا غرقان تراي فيني كل مشاعرنا حو السمحة جاكات رفا جروحا فيا تبرا وغورا ما جف ما جف الميخم حواس اللي قبيح ما شف متمنيكي بشرع الله كفا كفا جود يا ربي بيلي من هواه مكنا أجمع شملي بيها اللقيتها بتتمنى تتمنى ان ما تمت محاسنها في الدلال والحنة الحنة متمنيها في شرع الكتاب والسنة والسنة بسم الله يا من في تبارك نور اي اجمع لي بيها محاجب المغرور سيفك لي دايما للشمال مصنوع نصيح من الظواهر والعقل مجنون بعد ما قريت صورة الناس وصور الصاد وسهمك فيا بنته وللقلب فصاد المازيني اسمك جاي بعد الصاد صياد النصيص قصي عليك ما صار يا مولاي طالبك بالتزام والنزاهة بشرع الله ايه ايه عفتهم لازماها ان شاء الله ايه الطيبة ايه كنت بتمناها ايه السمحة ايه الروبتهم لازماها هلا قول لي طاها ايه فروقتها جمدة لكن بالصبر باطاها باطاها لاقينا يوم بصوت وانا وياه هنين مجرور وحزب اللغة ما احلاها يا سلام عيني لجة النوم نومي مني تعدى وتعديت مراحل الريت والريت في دواخل امتدى ايه امتدى العذاب وعذابي لي صاح جدة جديت في السهر سهرا حماني الغمدة من ناحية السماح سمحة وسبيبتك باه لدون تستعمل المرواد عيوني كاحلة ايه خدودك ضاوية في الظلمة وقديستك ماهلة كملت السماح يا السمحة ميسين جاهلة يا سلام خلاص لا لا طيب يا علي يوسف ارسل لي حروف متبارية ايه ذاكرة راسي طشت من نمس ما هقاري ما هقاري اي المستشفى افحص اي ما في مدار يقول ارتاح حس في المواجب جاري يا سلام صحيت عينها اللي فوق بغلط ما شافت ايه تمشي مدنقرة وطرف الحديث ما تلافت نهاية حياها ملاها والفعل لأني بخافت حاشا وكلف الدرب العظيم ما شافت يا سلام أنا بكتب لها النمى البنيل عجابة وهي بتبخلي بالطلب البسيط بتاعه أنا غنيت للعشاق حروف وربابة وأنا حييت قدام ديل وحي إنجابة يا سلام شاي الليل خطط أيه مرة حس النجم فاقد العقل وأكبر بكثير من حجمه أي أيوة والله الخلاني جيد أبيض بسيط ونظم إخلاص ومعاه في الريد وقوة عزمه ناقر قبقب القامب الرشيد مصايد عليه نظمت بحر النم روفه قصايد المرضنا بيه ذوقه وسماحه زايد زي ريش النعم هضلم سبيب القايد يا سلام طيب بيقول شوقك جوا كون جيش حروب وكتايب ايه شوقك جوا كون جيش حروب وكتايب صورتك حاضرة انت غبتي والله غايب ايه يا اخي لا يا كان مصر مساك الصايب شنو المساك من الدرب النهاية المصايب الله يعاوني بعد فرقاك له كل المناظر شانا تمسى تسير جروحي وتضحى زي ما كان زي ما كان بس انا الدنيا جت لي صوت هواي ما دان الراكب في شوقك زمن ما هان الراكب
فخي وشوقي زمن ما هان. انا داير اقول للشاب الشبلي ده، داير اقول اول حاجه مبروك، اول شيء مبروك بمناسبه النجاح الباهر وبمناسبه قدومك للمتوسطه، وان شاء الله مزيدا من التقدم. وحقيقه يا جماعه يا مشاهدي مباراه البادي زول في اول اطلاله له في الشاشه، لكن حقيقه يعني الكلام اللي بيقول فيه ده كلام كبار وكلام سمح، ونتمنى لك التوفيق والتقدم في كل حياتك ان شاء الله. ان شاء الله توصل تحياتك. تحيه لك مره ثانيه الاستاذ محمد الطيب بابكر حبابك، وتحيه للمشاهد برنامج مباراه الباديه، وتحيه للوالد العزيز محمد علي النجار حبابك، تحيه لكل المستمعين والمشاهدين برنامج مباراه الباديه. الله يديك العافيه محمد علي حبابك، مرحبا بك والتحيه. والله انا احيي اول حاجه احيي اخويا ابراهيم عبد المر المملكه العربيه السعوديه، ابوه المر جده الصافي، وانا بشتاق لشوق انحار ذاته خرافي. اي بالحيل جده قباب بيدفع العنافي بيقابلك بخدمه بيبو شاشه وش وقدم انحافي. تحيه لمحمد ابراهيم طه الباشا العوني ولاخونا ود القميسي، وتحيه لصالح علي البري لكل اخواننا، وتحيه لكل اخواننا، وتحيه لكل المشاهد. ليك التحية محمد علي النجاضي، وليك التحية محمد النور محمد علي ود النجاضي. التحية لمشاهد مباراة البادية داخل وخارج الوطن الحبيب. حتى نلتقي في حلقة جميلة وفي حلقة أخرى من حلقات مباراة البادية، في حضرة ضيوف أساتذة وفي حضرة ناس هم أهل البادية وأبناء البادية ومراء البادية. دمتم في أمان الله. I'm sorry.